في دمياط ثلاثة سرقوا مليون و600 الف جنيه، ومكتب البريد سرق ده لازق فيه اسم الشرطة مباشرة. هم حرامية بس جبابر. حالات السرقة زادت في طول مصر بعرضة. قهلية واحد سرق 112 الف جنيه، مين اللي ضحك عليكم وقال لكم تعالوا نعمل معارض اهل رمضان؟ بالمناسبة اتسرقت، يطلع لك ضرة اعلام عبد الفتاح السيسي عشان يقول لك احنا هنبيع الاصول، فتخرج معزه سيساويه تقول لك مش بيع ده استثمار، خلق من اجل البرسي. فكان الدولار ايام مرسي ب6 جنيه، بقت البيضه ب6 جنيه. شوفوا مين اللي مجوعكم، اللي معريكم، مين اللي قال لكم كل ورق شجر. البنوك الدوليه بتتكلم عن ان الدولار قام الجنيه في اول مارس يوصل ل 34 في البنك المركزي. مش ده اللي كنا بنتكلمه من سنه؟ ايها العميل الاخواني المتامر تتامر على مصر والمصريين والكباري واكبر برج واطول ساري. مش ده اللي كان بيتقال لنا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا حضراتكم اكيد عارفين الوضع الاقتصادي المنيل اللي بتمر بيه مصر في ظل القيادة الحكيمة بتاعة عبد الفتاح السريلانكي. في ظل القيادة ديت انتوا بتشوفوا الوضع الاقتصادي في مصر يوم بعد يوم، الناس عمال تتكلم عن الغلاء، تتكلم عن الاسعار، البيضة بقت ب6 جنيه، بعد ما كان الدولار ايام مرسي ب6 جنيه، بقت البيضة ب6 جنيه. الحمد لله تطور اقتصادي رهيب جدا من اجل ان احنا نعمل كباري ونعمل برج ايقوني ب 3 مليار دولار، 3 مليار دولار نرهن مصر بيهم لصندوق النقد الدولي، هو نفس الرقم اللي اترهنت مصر لصندوق النقد الدولي. الكلام ده قديم ومش عايزين نسمعه تاني يا عبد الرحمن، عايزين الجديد. الجديد دلوقتي ان الشعب المصري بطبيعته شعب طيوب كده، شعب بينتقم من الشعب. ازاي اقول لك؟ ايام الشده المستنصريه شفت الحاكم عمل ايه في الشعب المصري؟ سابوا الحاكم وما جوش ناحيته ولا اي حاجه، وبدا الشعب يحتك بالشعب. ده اللي بيحصل دلوقتي تاني. حالات السرقه زادت في طول مصر بعرضها، في القاهره، في القليوبيه، في الاسكندريه، في دمياط، في البحيره، في بني سويف، في اسوان، في كل مكان. في الدقهليه واحد سرق 112 الف، قال لك علشان كنت عايز اشتري بهم تبرعات للناس، حاجه لطيفه جدا. في دمياط واحد ثلاثه سرقوا بنك خدوا منه مليون و600 الف جنيه. على فكره البنك او بوسطه مكتب بريد، يعني البنك او البوسطه او مكتب البريد اللي اتسرق ده لازق فيه اسم الشرطه مباشره. الناس بدات دلوقتي في وضع خلاص، وضع ان هو عايز يعيش. يعني هو خد بالك بس، هو مش بيسرق عشان يبقى ملياردير، هو بيسرق عايز يعيش. شوفوا مين اللي مجوعكم، مين اللي معريكم، مين اللي قال لكم كل ورق شجر، مين اللي قال لكم، مين اللي وصل التضخم ل 107%؟ التضخم في مصر 107%، يعني الاسعار ارتفعت الضعف 10 اضعاف. مين اللي ضحك عليكم وقال لكم تعالوا نعمل معارض اهل رمضان؟ معارض اهل رمضان اللي بالمناسبه اتسرقت من الناس بتاعت القوات المسلحة. المعارض اتسرقت. مين اللي قال لكم بكرة تشوفوا مصر حاجة تانية؟ وشفتوا الفرخة ب 300 جنيه دلوقتي، الفرخة ب 300 جنيه ده إذا لقيتها. مين اللي قال لك دلوقتي بكرة تشوفوا مصر دولة عظيمة وقوية ودلوقتي كيلو الرز بقى ب 25 وب 30 جنيه ومش موجود؟ والله العظيم الناس في مصر بتكلمنا بتقول الرز غالي ومش موجود. تخيل على دخلة رمضان، شهر رمضان الكريم، الرز مش موجود. يعني مش بقول لك هو غالي ولا، ده غالي ومش موجود. انت بس متخيل الوضع اللي مصر بتعيشه في ظل الانجازات. مين اللي وصل مصر لمرحله ان يطلع لك ضره اعلام عبد الفتاح السيسي عشان يقول لك احنا هنبيع الاصول، فتخرج معزه سيساويه تقول لك مش بيع ده استثمار؟ مين اللي وصل مصر لدرجه ان سد النهضه الان بيتم بدء الملء الرابع ومصر لا حول لها ولا قوه منزوعه اراده؟ ليه؟ جيشها مش فاضي يا جماعه. جيشها بيعمل خير من خيار الارض، وخير بطيخ الارض، وخير قتت الارض، وخير الكبده والحاجات اللطيفه اللي انت شفتها، واخرها البيض والفراخ. ودلوقتي لو انتقدت الفرخه انت عميل، انت عميل لو انتقدت فرخه الجيش اللي هي جايه من البرازيل واصلا مش على الشريعه الاسلاميه والقصه اللي حكيتها لكم في الفيديو السابق دي، لو انتقدت الفرخه يخرج لك المعزه الالكترونيه ويكيل لك الكيل مكيالين. ليه؟ هو معزه، هو ده خلق من اجل البرسي. مين اللي وصل مصر للوضع ده؟ مين اللي وصل مصر لمرحله ان النهارده البنوك الدوليه زي امام حضراتكم الخبر اهو، البنوك الدوليه بتتكلم عن ان الدولار هيتم رفعه امام الجنيه في اول مارس اللي جاي هيوصل ل 34 في البنك المركزي، يعني في السوق الموازيه اللي هي السوق السوداء هيبقى بكام؟ ب 40 جنيه. مش ده اللي كنا بنتكلمه من سنه؟ ايها العميل الاخواني المتامر الذي تتامر على مصر والمصريين والكباري واكبر برج واطول ساري مش ده اللي كان بيتقال لنا؟ مش ده اللي كان بيتقال؟ اديكم بتعيشوا الوضع، بتعيشوا الحقيقه المره، الحقيقه اللي اعلام السيسي قاعد يضحك عليكم بها من 6 7 سنوات. اقول لكم بكره تشوفوا مصر، مصر خلاص، مصر اتطورت، مصر بتستيقظ، مصر العالم كله مش عارف. مين اللي قال لكم؟ النهارده بالمناسبه بس فنانه اسمها هاله سرحان او مذيعه هي تبقى مرات عماد اديب، اخو عمرو اديب، عيله كده كلها قلاضيش بسم الله ما شاء الله. قالت يا جماعه بلاش تبرروا السرقه اللي بتحصل في طب ما حدش بيبررها، بس حضرتك بلاش تبقى منافقه.
بلاش طب منافقه يا مدام هاله، بلاش طب منافقه وتقول ان التضخم والغلاء الاسعار في دول العالم. هو احنا عايشين في المريخ؟ يعني حد قال لك ان انا عايش في عطارد مثلا يعني، ولا في بلوتو بلد الرجل من على الكوكب؟ ما انا قاعد برضه في دول اوروبا والغلاء والتضخم مش زي عندكم، بل بالعكس في دول اوروبا في تامين صحي مجانا يعني، تروح تكشف ببلاش ببلاش ببلاش. مش في مصر تقف على باب المستشفى لغايه ما تصعد روحك لخالقها، لا تامين صحي ببلاش. بالاضافه ان لما حصل الغلاء في دول اوروبا الناس خدت اعانات على رواتبها اللي هي اصلا رواتب بجد، مش لعب عيال. في مصر 3000 جنيه الراتب بتاعك ده اذا انت وصلت له اصلا، يعني 80 90 دولار، بينما في اوروبا 3 و4 و5000 يورو الراتب، يورو الراتب، وخدوا عليه زياده واعانات ورواتب اضافيه بالاضافه الى تامين صحي شامل ببلاش الا ربع، بينما في مصر مطلوب منك انك تتحمل الفقر والافقار ومحاولات الافقار اللي بتمارس عليه. عشان كده خرج عمرو اديب قال لك مفيش قدامنا غير ده، عمرو اديب والله مفيش قدامنا غير قروض وبيع اصول بس. احنا حنبيع مصر، هتبيع 67 شركه وفندق في خلال ايام، 67 شركه وفندق، انت متخيل الرقم؟ دوله باكملها بتباع علشان ايه؟ نعمل كوبري او نعمل القطار السريع اللي هيمشي في الصحراء، او نعمل الصور اللطيفه الجميله اللي كلنا شفناها بتاعه الكباري اللي في الصحراء. كل ده على يتم تجويعك انت واسرتك واولادك ليه؟ علشان خاطر هو يعيش، هو يستمر على الكرسي، ولما حتى يمشي يسيبها خاويه على عروشها، ويخرج لك المطبلاطيه والمعرضين يقول لك احنا مصر جميله، مصر اللي بقول لك وصل الامر لسرقه مكتب بريد، مكتب البريد لازق في اسم الشرطه. انت متخيل الوضع اللي احنا وصلنا فيه؟ يعني الناس اللي اقسم بالله جبابره جبابره، هم حراميه بس جبابره، حراميه بس جبابره جبابره، راحوا سرقوا مكتب البريد اللي لازق في اسم الشرطه. والله العظيم وضع بيوريك قد ايه هذه الجمهوريه الجديده بتعيش مع عبد الفتاح السيسي عصر منيل ب 60 نيله، عصر في الضياع. وفي نفس اليوم اللي اتسرق في مكتب البريد هو اليوم اللي واحد اخر سرق 112000 في 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 الدقهليه. المشاهد دي كلها يا جماعه بتوريكم قد ايه الوضع وصل في مصر لانهي من الناس. انا ما بعرضش لحضراتكم فيديوهات الناس اللي بتتكلم عن الغلاء، الناس وصلت اقسم بالله مرحله اني بقول لكم زمان من 5 6 شهور، ايام ما كان يسكت يا اخواني يا عميل، من 5 6 شهور لما كنا بنتكلم ونقول لكم الناس بتتكلم نفسها وهي ماشيه في الشوارع. لا خلاص المرحله دي عدت، المرحله دي دلوقتي اللي كان بيكلم نفسه ماشي في الشوارع بقى بيسرق مكتب البريد، بقى يروح يسرق محلات، بقى بيحاول يجيب اي فلوس. ما هو عايز يعيش، ما هو عايز هو شايف واحد بيطلع له على التلفزيون زي عمرو اديب واحمد موسى ولا لسه حد تقول له الجو ربيع الدنيا بديع الاسعار في متناول الجميع، هو شايفهم ازاي؟ ازاي الناس دلوقتي؟ على فكره بالمناسبه الناس اللي بدات حتى كانت مصدقه السيسي وراحت المعارض بتاعت اهل رمضان، اقسم بالله الناس، اقسم بالله رسايل الناس، اقسم بالله بتتكلم تقول رحنا نشتري على اعتبار بقى ان الرز ابو 25 جنيه هنلاقيه ب 12 فعلا وب 15، وازازه الزيت ام 100 جنيه هنلاقيها ب 50 وب 60. رحنا تفاجئنا ان سلعتين اتنين اللي سعرهم رخيص، منهم العدس اللي هو تلات ارباع الشعب المصري بياكلوش، منهم العدس، قال لك سلعتين اتنين اللي سعرهم رخيص وباقي الاسعار بتتباع زي المحلات القطاعي. مش الجمله كمان، ايوه بس لازم تتحمل لاجل مصر، لاجل عيون عبد الفتاح السيسي اللي عامل لك اطول برج ب 3 مليار دولار، لاجل عيون عبد الفتاح السيسي اللي عامل بنك مركزي في العاصمه الاداريه، كلف الدوله 5 مليار دولار والدوله معهاش. يعني لك ان تتخيل ان البنك المركزي اللي هيتعمل في العاصمه الاداريه المبنى بتاعه مكلف 5 مليار دولار والبنك ذاته ما معهوش ال 5 مليار دولار في الاحتياطي بتاعه. بس بتوريك قد ايه العقليه اللي بتدور مصر. سلام عليكم.